ريسك اندكس بيقول لنا المفروض ان انا احط احتماليه الريسك اوف سيرجيكال سايت انفكشن ممكن يبقى قد ايه، معيار الخطوره ممكن يبقى قد ايه. الريسك اندكس هو قسمه لنا من 0 ل 3، البوينت دي ادت اكوردنج تو الثلاثه بوينت اللي احنا هنقولهم دول، سيرجيكال سايت ووند كلاسيفيكيشن يا اما ديرتي يا اما كلاس 3 اللي هي كونتامينيتد، كلاس 3 او كلاس 4. لو العمليه اندرجت تحت الووند كلاسيفيكيشن ده هندي واحد درجه. خلينا بس مركزين في الحته دي يا دكاتره. الاساس كور، الناس بتوع التخدير عاملين لنفسهم تقسيمه اسمها الاساس كور، فاحنا اخدنا منهم السكور ده اللي هو المفروض 3 وفيما فوق، المفروض ان احنا هندي السيرجيكال سايت ريسك درجه كمان. يبقى انا كده عندي اهو درجتين. الدرجه الثالثه بتتاخد بناء على ايه؟ بتتاخد بناء على البرولونجد بروسيدور تايم اللي ممكن تعدي ديوريشن بتاعه سبيسيفيك بروسيدور معينه يسموها اللي هي اكسيد 75 بيرسنتايل، يعني اكتر من 75 من وقت العمليات المحدده. لو تعداه يبقى انا عندي ريسك اوف انفكشن عالي، ومدينا رينج تايم كده ان لو عمليه دايما عدت مده الساعتين هيبتدي الريسك اوف انفكشن معايا يزيد. الجزئية دي برضو يا دكاترة بيجي فيها امتحان، بيجي فيها أسئلة في الامتحان. يبقى الريسك اندكس ده معيار الخطورة اتقسم لنا. يبقى احنا قلنا تراديشنالي كان ايه؟ ان احنا مقسمين بناء على الانوكيولوم اوف بكتيريا، التقسيم القديم بتاعنا اللي انا عمال اقوله ده تقسيم هم كانوا ماشيين بيه، بس لكن لقوا ان هو حصل فيه شورت كات وان هو مش كافي ان احنا بناء على الانوكيولوم اوف بكتيريا بس نحدد الريسك بتاعي. لا، ده في حاجات تانية زي ديوريشن اوف بروسيدور، زي حالة البيشنت نفسه، دي بتأثر بشكل كبير جدا على نتيجة السيرجيكال سايت انفكشن ريت. وبالتالي هو زودوا لنا بقى، عملوا لنا الريسك اندكس ده، حطوا لنا الريسك اندكس سكور اللي هو من 0 ل 3 بناء على الثلاثة دول، سيرجيكال سايت ووند كلاسيفيكيشن يا اما كونتامينيتد يا اما ديرتي، الاساس سكور 3 او اكتر، البرولونجد بروسيدور تايم اللي معديه اكتر من 75% من الوقت المعروف لكل عمليه، والرينج تايم اللي هو اكتر من ساعتين. دكتورة، ممكن سؤال لو سمحتي؟ اتفضل. هلا احنا بنعطي كل واحدة من هدول النقط سكور من 0 ل 3 بس، صح؟ تمام، بالظبط كده. زيرو يا اما انا ما عنديش حاجه من الثلاثه دول خالص، واحد بناء بقى هنا خد درجه، هنا خد اتنين، يبقى هنا خد ثلاثه، يعني بس ماكسيموم 3. ماكسيمم ثلاثه. اه طب بالظبط النقطة كده، الثانية تبعية الـ ASA، كيف انه equal or more 3 وانه اهي لازم انا اعطي من 0 ل 3؟ اهي. بصي، دي تقسيمه الاساس كور بتوع التخدير، عاملين تقسيمه للبيشنت نفسه، حالة البيشنت شكلها ايه اثناء دخول العملية، هل هو نورمال هيلسي، ومدي امثلة بقى، اوكي هل هو عنده مايل سيستميك ديزيز، هل هو عنده سيفير سيستميك ديزيز. ومن هنا من رقم 3 ده احنا هندي السكور من 3 ل 5. سكور 6 ده في الغالب طبعا مش مندرج معانا، لان ده خلاص عيان عنده برين ديس، تمام. يعني يعني بس خلاص. انه اه بالظبط، يعني اللي واخد سكور النقطة 3 الثانية اللي او بتاخد 5. أكثر من 3، أما الباقي النقط بتاخد من 0 ل 3. لا بصي، هقول أوكي. لحضرتك حاجة، هي مش بتاخد أكتر من 3، هي تقسيمة الأساس سكور نفسها لما تكون 3 إحنا هندي سكور واحد، كل واحدة فيهم على فكرة سكور واحد بس، رقم واحد بس. حضرتك فهماني؟ يعني السيرجيكال سايت ووند كلاسيفيكيشن واخدة درجة، الأساس سكور لو هي 3 أو أكتر هتاخد درجة واحدة، اوكي التايم أوف بروسيديور واخدة درجة واحدة. فاهمة حضرتك قصدي؟ اوكي فهمت عليك. يس يس يس، تمام. شكرا. يبقى احنا كده لما هتبقى الاساس كور 3 او 4 او 5 هندي درجة واحدة، يبقى الريسك اندكس كده عندنا من 0 ل 3. برضو الابك مدينا امثلة الوقت اللي هو اليوجوال ريت او متوسط الوقت بتاعنا للعمليات المشهورة زي الكولون ريسكشن والكولوناري ارتري باي باس وسباينال فيوجن، الحاجات دي كلها ليها متوسط وقت معين، على اساس ان احنا برضو بنرجع للوقت المعين بتاع العملية ده، وعلى اساسه نحسب برضو الريسك بتاعنا. هو حاسبها هنا بالمينت، ده الوقت يا دكاترة المفروض طول ما الانسيجن كات بوينت مفتوحة، الوقت البداية من الانسيجن لحد ما بقفل ده الكات بوينت بتاعي، الوقت بتاع الديوريشن بتاع العملية نفسه.
بناء بقى على عشان نحدد السيفيريتي اوف ذا ووند انفكشن، السي دي سي عملت لنا كلاسيفيكيشن تاني للووند نفسه، تمام، ما بين سوبرفيشال لديب انسيجنال لاورجان او سبيس سيرجيكال سايت انفكشن. زي الصوره دي ما موضحه بالظبط، يا اما الوند عندي واخد الجزء بتاع السكين والسبكتين واستشو فهيبقى اسمها سوبرفيشال انسيجنال، يا اما دخلت واخدت معايا الماسلز والفيشيا فبقت اسمها ديب انسيجنال سيرجيكال سايت انفكشن، يا اما دخلت بقى معايا في الاورجان نفسه او السبيس نفسه فبقت اورجان او سبيس سيرجيكال سايت انفكشن. يبقى هو السيرجيكال سايت انفكشن هنا متقسمه اكوردنج ايه؟ اكوردنج تو سيفيريتي. الكلمات المعينه دي ساعات برضو بيجي فيها اسئله، يبقى انا التقسيمه عندي سي دي سي كلاسيفيكيشن مقسم الوند نفسه اكوردنج تو سيفيريتي. مش عايزين بس نتلخبط ما بين تقسيمه الريسك نفسه كلاسيفيكيشن اوف وند اكوردنج تو ريسك عشان احسب ريسك الانفكشن نفسه، لكن انا دلوقتي حصل اوريدي عندي انفكشن فبعمل كلاسيفيكيشن للوند نفسه. يبقى السوبرفيشال انسيجنال اكوردنج اللي هي سيفيريتي 1 بنسميها سيفيريتي 1 بتانفولف السكين والسبكوتين والستيشو، يا اما برايمري سيرجيكال انسيجن يا اما سكندري سيرجيكال انسيجن. ايه برايمري وايه سكندري؟ دي حاجات في العمليات الجراحيه نفسها، يعني الدكتور ممكن يكون فتح برايمري ورجع فتح في نفس المكان تاني فتحه سكندري، دي بيسموها برضو سكندري. يا اما عيان مثلا عامل عمليه اوبن هارت والعمليه الاوبن هارت بيبقى ليها فتحه برايمري في الشيست وفتحه سكندري اللي هي الفيمورال جرافت اللي هي بتبقى في المنطقه بتاعه الفيمورال، فدي بنسميها سكندري انسيجن برضو. فبيقول لك يا اما السيرجيكال سايت انفكشن حصلت برايمري او في السكندري انسيجن. السيرفيلانس بيريود بتاعتي وقت الترصد بتاعي للسوبرفيشال مش هيتعدى شهر من بداية العملية، يعني لو أنا عندي superficial surgical site infection جرح بعد شهر من العملية، لا ده مش هيتحسب معايا في الترصد. ال surveillance بتاعي according to NHSN اللي هي التابعة للCDC اللي هي National Health System اللي مختصة بقى بالهوسبيتال اكوارد انفكشن ريت والترصد كله والداتا كلها الافيلابل بتبقى موجودة في ال NHSN data. المفروض بقى ان احنا الفترة بتاعت الترصد بتاعتنا مش هتتعدى الشهر من بداية العملية. احنا بنخش على فكرة في جدال رهيب مع دكاترة الجراحة في موضوع يقول لك لا احنا العملية بتاعتنا طالما عدت بعد اسبوع او 10 ايام وما حصلش مشكلة في الجرح ما بتتحسبش معانا كمشكلة في السيرجر، يعني ما بنحسبهاش سيرجيكال سايت انفكشن. لا احنا بالنسبه لنا السيرفيلانس داتا عندنا الجايد بتاعنا بيقول ان احنا بنحسب من شهر لثلاث شهور من بدايه عمل العمليه. بس دكتورة كأنه في بتذكر شفت مرجع لقد ايه انه كل عملية والوقت بعد ما يصير SSI تمام موجودة اه في يعني الابكة يا هلا في يس في ترتي بالضبط في زي هيك في بالضبط في انه بعد 90 يوم زي مثلا بالضبط. طبعا احنا مش هنحفظ الكلام ده فيبقى عندنا بالنسبة لنا جايد لما نبقى عارفين ان عملية اتعملت نرجع لها، يبقى صعب قوي نحفظ المدة دي. يا فما بقدر انه قصدي اني اعمم انه بعد شهر صح لا لانه لا في خالص، كل عملية ليها الوقت بتاع الترصد بتاعها. يقول لك ال 90 يوم سيرفيلانس اللي هم الثلاث شهور مختصه بالعمليات دي، اشهر عمليات بيبقى وقت معانا الترصد 90 يوم وبتدخل كمان في ديب انسيجنال واورجان سبيس. لكن ال 30 يوم دي المفروض ان انا ما ينفعش اقول في 90 يوم دي ان انا عندي سوبرفيشال انسيجنال، لا انا اخري في ال 30 يوم. لو عدت هتدخل بقى هتندرج تحت الديب انسيجنال والاورجان سبيس. بيأكد هو تاني ان superficial incisional surgical site infection خلال 30 يوم من الـ operative procedure. الـ infection involve قلنا الـ skin والـ subcutane والـ tissue، في perulent drainage، في organism isolated من الجرح، في superficial incision اتفتح من الجراح لأنه هو شايف ان هو قصاده ان هو لازم يفتح عشان ينظف، ده ساين على فكرة علامة من علامات الانفكشن، وان الجراح او التمريض المتخصص قال ان انا عندي ساين اوف انفكشن دوكيومنتد عندي في الميديكال فايل ان انا عندي انفكتد superficial incisional wound. في
في الحالة دي أنا هبتدي أحسبها معايا كسيرجيكال سايت انفكشن. أنا كده دلوقتي بتكلم يا دكاترة على الترصد، إن أنا ابتديت أتابع العملية لمدة شهر من بعدها وظهر عندي الأعراض دي، وبالتالي هسجلها عندي كسيرجيكال سايت انفكشن بعد ما أكون حسبت الريسك اندكس بتاع العملية، عشان لما أجي أعمل أناليسيس بعد كده أكون أقدر أقيم بطريقة مظبوطة أشوف هعمل امبروفمنت إزاي. السوبرفيشال انسيجنال قلنا انها ممكن تحصل سوبرفيشال انسيجنال برايمري، يا اما تحصل سوبرفيشال انسيجنال سكندري، وقلنا زي العمليات اللي هي بتاعت الاوبن هارت والكروناري ارتري باي باس بيبقى فاتح عنده كذا انسيجن فبنسميها برايمري وسكندري. المفروض ان الستيتش ابسس حاجه صغيره قوي في غرزه ما نحطهاش تحت السيرجيكال سايت انفكشن، ده اكوردنج تو ان اتش اس ان. الستاب ووند ما ينفعش ان انا احسبها سوبرفيشال سيرجيكال انفكشن. السيليولايتس، البيرن ووند، كل الحاجات دي عشان ما ادخلهاش معايا في السيرجيكال سايت انفكشن ريت. ده الجايد اللي احنا ماشيين بيه المفروض. الديب انسيجن لا، ده هي بدات السيرجيكال سايت انفكشن تدخل ديب عن السبكوتينوس تيشو وتدخل عن المسلز. المفروض ان انا عندي العلامات كلها بتبقى بيريولانت درينج ديب انسيجن وصلت للمسلز، عندي درجه حراره بدات تعلى، بقى في سيستميك مانيفستيشن اهو، في كلتشر اتاخدت ولقيناها انها بوزيتيف، في اكزامينيشن حصل سواء بقى اخذنا ايمجينج تيست او هيستوباثولوجيك اكزامينيشن قالت ان انا عندي ديب انسيجن سيرجيكال سايت انفكشن. نفس الكلام بيقول ان في نوعين من الديب انسيجنال سيرجيكال سايت، وان انا لو انا كان عندي سوبرفيشال وبقت ديب هنقول انها ديب انسيجنال سيرجيكال سايت. دي كلها يعني مفاهيم بتتقال في المسميات نفسها. يعني انا لو عندي ظهر سوبرفيشال سيرجيكال سايت انفكشن وزادت السيفيريتي بتاعتها وبقت ديب هنقول انها ديب سيرجيكال سايت، مش هنقول انها سوبرفيشال. الأورجان سبيس برضو بيتقال عليه ديب انسيجنال مش أورجان سبيس. لو هي بدأ معايا بأنها كانت ديب ودخلت في الأورجان سبيس هتبقى اسمها ديب انسيجنال سيرجيكال سايت انفكشن. أورجان سبيس أو سبيس سيرجيكال سايت انفكشن، لا طبعا الموربيديتي والمورتاليتي عالية جدا جدا. ليه؟ لأن احنا خلاص دخلنا إن الأورجان نفسه بقى انفكتد. يعني ظهر عندي بيدي مثال ابدومينال ابسس بعد اللابروتومي، ابييما بعد السوراكوكتومي، والهيب او ني انفكشن بعد الجوينت ريبليسمنت. كل الحاجات دي داخله خلاص، انا دخلت اوريدي في اورجان او سبيس، فده تندرج تحت الاورجان سبيس سيرجيكال سايت انفكشن. علامات الأورجان أو السبيس سيرجيكال سايت انفكشن برضو مدة الترصد بتاعتها زيها زي الديب انسيجنال سيرجيكال سايت انفكشن من 30 ل 90 يوم من بداية العملية. احنا بنعتبر ان الدي 1 ده هو الدي اوف اوبريشن، من هنا بنبتدي نعد مدة الترصد بتاعتنا. نفس العلامات بالظبط، وان الدكتور نفس الكلام قال او اثبت انها دوكيومنتد على انها انفكتد ووند. بس في عندي بقى حاجه بتميز كمان، ان لما يكون في درين، الدرين نفسه ظاهر فيه باس او انا اخدت منه كلتشر، الكلتشر دي طلع فيها اورجانيزم، ده يدل على انها على طول اورجان او سبيس سيرجيكال سايت انفكشن. من أمثلة بقى الأورجان سبيس دي يا دكاترة أوستيومايلايتس، مننجايتس، حاجات كلها في الأورجان نفسه انفكتد، في الانفكشن حصل في الأورجان نفسه، في السبيس كله، في البلورال كافيتي، في البريوتونيال كافيتي، بريوتونايتس، كل الحاجات دي بنعتبرها سبيس سيرجيكال سايت انفكشن. زي ما احنا قلنا ان كل عملية الابك او الان اتش اس ان محددة لها انواع معينة، وبناء على انواع العمليات دي احنا عندنا مدة معينة نترصد فيها العملية عشان ريبورت ان العملية دي سيرجيكال سايت انفكشن. يعني مثلا عملية اللي هي الليمب امبيوتيشن انا اخري معايا فيها في مدة الترصد شهر، عدت الشهر وظهر فيها انفكشن بعد كده ما بعمل لهاش ريبورت على انها اس اس او.
يبقى أنا على حسب نوع العملية بشوف الوقت المحدد لمتابعة الترصد. عمليات البريست سيرجري والكاردياك والكورونري ارتري سيرجري، الحاجات دي كلها مدة الترصد بتاعتها بتوصل ل 90 يوم، 3 شهور. يعني من بداية الاوبريشن لمدة 3 شهور أنا بحسب سيرجيكال سايت انفكشن ريليتد للعملية دي أو ريليتد للجراح ده. ايه مشكلة الترصد بقى بتاعنا في السيرجيكال سايت انفكشن عن باقي الهوسبيتال اكوارد انفكشن اللي انا بعمل لها ترصد عادي؟ هنعرفها ان شاء الله في محاضرة الترصد. لا، السيرجيكال سايت انفكشن احنا عارفين ان العيان بيخلص العملية بتاعته وبيخرج خلال 48 ساعة بالكتير، لو هو حالته ستيبل ومش محتاج ان هو يقعد اكتر من كده هيخرج. وبالتالي فانا عندي صعوبة شديدة ان انا اعمل ترصد لحالات الجراح، فدايما بيقع مني حالات كتير او بتمزد مني حالات كتير، فما بعرفش اخد ايمج مظبوطة عن السيرجيكال سايت انفكشن ريت للمستشفى او للجراح او للاوبريشن اللي بتتعمل جوه المستشفى. مفيش اي حاجة تخليني ان انا اقدر اتابع العملية الا لو العيان ده بيجي يتابع عندي في العيادات الخارجية مثلا مع الجراح، او حصل له ري ادميشن نتيجة الكومبليكيشن حصل للجرح، وبالتالي ده هو جاي اصلا بانفكتد ووند لدرجة ان هو اتعمل له ادميشن في المستشفى عشان يتعالج. الحل التاني ان احنا طبعا بنتابع العيانين دول بالتليفون او بالايميل، متابعة المرضى او متابعة الكونسلتنت نفسه او الجراح نفسه اللي عمل العملية عشان نتابع الجراحات نفسها حصل فيها ايه. فما عندناش اوبشن تاني ان احنا نتابع بيه السيرجيكال سايت انفكشن غير عن طريق الحاجات دي، يا اما يحصل ري ادميشن العيان يجي يتابع في العيادات. اللي بيحصل ايه؟ ان العمليات دي عمليات اللي هي الجراحات اليوم الواحد، السناتر كلها اللي بيتعمل فيها العمليه والعيان يخرج على طول، صعب جدا ان انا اتابعها. العيان بيخرج من المستشفى يعمل متابعه مع الجراح في عياده بره، مش شرط تبقى في عيادات جوه المستشفى، وبالتالي هيبقى العيان صعب جدا ان انا اترصده.